on Shopify قدرنا نعمل $600. اليوم بدي بلش ان اونلاين بزنس جوا لبنان وحفرجيكم ستيب باي ستيب شو بدي اعمل لينجح البزنس واي مشاكل حواجهها، وحفرجيكم باخر الفيديو قديش حقدر طلع من هذا البزنس، فاحضر الفيديو للاخر. قبل ما بلش كان في كتير بزنس براسي ممكن بلشهم، افيليت ماركتينج، اي كوميرس، دروب شيبينج او ايجنسي، بس انا كنت بدي بلش شيء ما ياخذ كتير وقت لاعمل بروف، فبلشت اعمل سيرش على الانترنت اي احسن بزنس موديل ممكن بلشه. فضربت براسي كل البزنس مودلز بيمشوا جوا لبنان، بس الفكره هي لازم انا اعمل شيء يميزني عن المنافسين تبعي. فانا كشخص لاحظت بتميز بالجرافيك ديزاين، فيديو اديتنج، والويب ديزاين، والاد مانجمنت، وهودي السكيل سيت بيسمحوا لي بلش 2 بزنسز، اي كوميرس او دروب شيبينج. ونحن اذا عملنا اناليسس بنشوف اذا بدي بلش ان اي كوميرس بزنس عندي 30-40% ارباح، اذا بدي بلش دروب شيبينج 10-15% ارباح. فانا كشخص شفت احسن بزنس موديل ممكن بلشه هو اي كوميرس. هسه بقي نعمل خطه لنقدر نمشي على اساسها. سو الخطه بدي اعملها، اول شيء لاقي برودكت بينباع، تاني ستاب اطلب البضاعة من علي بابا واحكي شركة شحن لقدر استلم الغراض، تالت شيء بنعمل ويب سايت وانستغرام بيجز، واخر شيء بصير باخد كم صورة ببلش تسويقهم لهودي البضاعة. اول شيء دورت على برودكت على ادز باي وتيك توك ميكي بايت، وانا عم بعمل سكرول ضربت عيني على البرودكت، كان رولر، بس مش اي رولر، ستيكي رولر ممكن يشلك الغبرة باي محل من البيت، وكمان كابونس فينا نعمل له ستيك على الحيط. واكيد انا اخترت هذا البرودكت كرمال الماركتنج استراتيجي اللي بدي اعمله. صرت فيني اقارن الاولد رولر مع الرولر الجديد وشو البنفيتس اذا الكاستمر استعمله. فاسا بس قررت من شي بدي بيعه، رحت علي بابا ودورت على سبلاير لو يقدر يوصل لي البضاعه من الصين على لبنان. فبس نحن خلصنا ودفعناه للسبلاير، رحنا نحكي مع شركه شحن لتقدر تجيب البضاعه على لبنان، بتاخذ تقريبا 7-10 ايام. وبهذا الوقت صرت انا فيني اعمل ويب سايت انستغرام وتيك توك، وصرنا اسا فينا نستلم الاوردرز تبعنا ونكون مستعدين بس يوصل البضاعه على لبنان. اسا مر اسبوع واستلمنا البضاعه، واسا صرت فيني صور فيديوز للبرودكت اللي انا استلمتهم وسوقهم على فيسبوك. فحضرت الاد تبعي وعملت له بوست، ودغري اجاني اول سيل الي لهذا الستور. بس بعد وقت رحت لفوت نام، وانا كنت مطمن بالي حيجيني سيلز كتير وحطلع مصاري انا ومين. بس نهار الجاي بس وعيت ما توقعت هذا الشيء يصير، كان عندي زيرو سيلز وكان الاكونت علي بان من فيسبوك. فقصة انا صرت ضايع ومش عارف شو بدي اعمل. فقصة صرت بدي جرب لاقي حل غير التسويق على الفيسبوك، فصرت بلش فكر. كان عندي طريقتين، اول طريقة روح اعمل اورجانيك تيك توكس، يعني صور البرودكتس تبعي واعمل لهم بوست اون تيك توك وانتر الفور يو بيج تخلينا نصير فايرل ويجينا سيلز، او روح على التيك توك بيد ادز. فانا قررت روح على التيك توك ادز منشان الموضوع ياخذنا اقل وقت ونصير بيقدر دغري يجينا سيلز. فروحت على التيك توك ادز مانجر وجربت اعمل اكونت، بس مره ثانيه واجهتني مشكله كبيره ولقيت انا ما بقدر اعمل تارجتينج للبن. فصرت ادور كيف فيني حل هيدي المشكله، واكتشفت لازم يكون عندي ايجنسي اد اكونت. فصرت اسال كرمال الايجنسي اد اكونت وطلعوا البرايس تبعهم $75 والمينيموم توب اب كوانتيتي $250. فانا ما كنت قادر اعمل هذا الشيء منشان البروفيت مارجنز تبعنا بيصيروا كتير قليل، ونحن بنكون عم ندفع اكثرية المصاري تبعنا اون ادز. فصرت جرب دور على حل تاني وفكر بهذا الموضوع. بس اخر شيء اجاني اوفر من ايجنسي انا كنت صراحه مش متوقعه، $120 لون ايجنسي اد اكونت، وهون تغير كل شيء. لسه بس خلصنا من التيك توك ادز كامبين، قديش قدرنا نطلع ارباح من هذا البزنس؟ نحن كمبيعات اذا بدي افرجيكم اون شوبيفاي قدرنا نعمل $600 تقريبا، واجانا اوردرز ثرو دي امز. بس الفكره هي هذا مش كله ربح، مثل كل حدا بيقول لك انت هذا البزنس حيكون سهل فيك تطلع منه ارباح بسهوله، بدك تشتغل لازم يكون عندك جود سكيل سيت لقدر تنجح. بس بالنهايه نحن قدرنا نطلع $300-$340 ربح لنا لجيبتنا، منشان كلفنا البرودكت $4.50، $5 مع التسويق مع التوصيل جوا لبنان مع شركه الشحن وكل شيء التكاليف تبعنا. نحن بالنهايه لفرجيكم مهما كان المصاعب عم نواجهها
بالبزنس بنقدر نلاقي له حل. وانا بس كان عمري 17 اول بزنس بلشته فشلت فيه، وكتير ناس قالوا لي انت شو بدك بهذا المجال، بس انا قلت لهم عارف شو عم بعمل وعارف لوين رايح. واكيد اذا انت بدك تشوف قصتي كيف قدرت بلش هذا البزنس ضار هذا الفيديو هنا.